إلى سيناء برحب الشيخي سيناء محمد استسلم وحذاري يخرج والهدف الأول الهدف الأول من صالح المنتخب الإيفواري بكى يكون بيسبحش في الكرات هذه الكرة تكون هكذا تضيع على لاعبي مختلفين على غرار باكايوكو صاحب الملف وبونافنتور شفنا كيفاش هرب باكايوكو بالرغم من محاولة بوزيان هرب كذلك على شكري امام الحارس باهية كانت قيس غضبان قام بعملية الضغط والمضايقة وتجيب الكرة تماما استرجع قيس غضبان ترجع الكرة قيس غضبان من زبير بايا قيس غضبان يوزع في القائم الثاني ما ثم حتى حد عادل سليمي يوزع وفرصة والهدف هدف التعادل هدف المنتخب التونسي زبير بايا زبير بايا بالراس وزياد الجزيري يجيب الكرة ايضا من الشباك هاي الاعادة ممتازة جدا من عادل السليمي ومباغتة بالراس بالجزيري